إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، دائما ندندن حول سبب خلقنا وسبب وجودنا على هذه الأرض، لأن هذا الأمر ينبغي أن لا ينسى، لأن مثلك كمثل شاب ابتعثته دولته إلى بلدة معينة من أجل تحصيل علوم معينة لإفادة نفسه وإفادة مجتمعه وأمته، فعليه في كل لحظة ألا ينسى سبب ابتعاثه إلى هذه البلد وسبب ذهابه إلى هذه القارة من أجل أن ينال من العلوم التي بها يرفع عن نفسه وعن أمته معرة الجهل، ويقوم ببناء أمته ودفع قوى العدوان عنها حتى يقوم بحمايتها وبحفظ بيضتها، فعليه ألا ينسى. وربما انقسم مبتعثان إلى بلدة من البلدان إلى قسمين، رجل جد واجتهد وجعل نصب عينيه سبب ابتعاثه، وآخر نسي سبب البعثة وعاش ينهل من الملذات حتى إذا انتهت مدة البعثة رجع الأول وقد حصل ما طلب منه، ففاق وأصبح له ريادة وله قيادة وله مكانة في أمته، والآخر رجع يضرب به المثل في الرجل الذي ما استفاد وإنما ضر نفسه وضر أمته، فضرب به المثل في الخزي والعار والشنار الذي جره على نفسه وعلى بني جنسه. هذا مثال أحب
أن أذكره لحضراتكم لبيان سبب الدندنة حول ما سبب وجودنا في هذه الأرض. لو عرف لحلت مشاكلنا جميعها، لأن كل واحد منا إذا نظر إلى هذه الحقيقة سهلت أمامه كل المشاكل، ولعلم أن كل المشاكل زائلة، وتصبح المشكلة الأساسية أمامه كيف ينجح في الاختبار وكيف يرضي عنه ربه سبحانه وتعالى. ما جئنا لنتصارع على دنيا، ما جئنا لنتصارع على مناصب، ما جئنا لنتصارع على أموال، ما جئنا لكي نقيم المعارك من أجل نفوذ على منصب أو مال أو شيء تافه، وإنما جئنا إلى هذه الحياة الدنيا من أجل مهمة محددة، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة مطلوب منه أن يحقق العبودية لله في أرضه. هذه الخلافة رب العالمين جعل الخليفة آدم عليه السلام وأبناءه، وقد سخرت لهم كل أشياء هذا الكون، كل ما حولنا مسخر لنا لأداء مهمة محددة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من أقوالنا وأفعالنا الظاهرة بجوارحنا والناطقة بها ألسنتنا وما يدور في قلوبنا. فإن القلب كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بناء على ذلك ينبغي لك أن تكون على ذكر دائم من هذه المهمة التي جيء بك من أجلها. ولذلك ينبغي عليك يوميا أن تعيد مع نفسك هذا الأمر، وكأنه ورد ينبغي عليك دائما أن تسأل نفسك: هل أنا ما زلت على الصراط المستقيم أم زالت قدماي؟ والصراط المستقيم هذا مطلوب منا أن نلازمه، لأننا في كل ركعة، وليس في كل صلاة، في كل ركعة من ركعات صلاتنا نسأل ربنا أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فمن لم يهتدي يسأله الهداية، ومن هدي إليه يسأله أن يثبته وأن يبين له أكثر وأن يجعله ملازما لهذا الصراط المستقيم، كما قال رب العالمين لأتقى الأتقياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها النبي اتق الله. والرسول هو أتقى الناس، ولكن المطلوب أن يدوم على تقوى الله. إلزم تقوى الله، إن كنت تقيا فالزم التقوى ولا تتركها لحظة من اللحظات. فمطلوب منك دائما أن تكون محققا للعبودية لله سبحانه وتعالى. فإن أخذتك نفسك أو أخذتك ظروف الحياة فعد والجأ وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري متى تنتهي بعثتك على هذه الأرض. الدنيا رب العالمين وحده هو الذي يعلم متى تكون الساعة، لكن ساعتي وساعتك قد تكون أقرب إلى الواحد منا من شراك نعله. الواحد منا قد لا يستطيع أن يتم الكلمة التي يتكلم بها، قد لا يستطيع أن يتم الأكلة التي يأكلها، قد لا يستطيع أن يتم
المشوار الذي ذهب اليه. نحن الان في مجلس لا يدري منا من سيتغدى في بيته ومن سيغادر هذه الحياه. لا احد منا يعلم متى تكون ساعته، لا المتكلم ولا المستمعون. ولا تغرنكم صحتكم ولا تغرنكم قوتكم، فان الاصحاء يموتون قبل المرضى، الاصحاء قد يموتون قبل المرضى، الشباب قد يموتون قبل الشيوخ والكبار في السن. فاستعد، قد تأتيك لحظتك الآن أو بعد الآن بقليل. فهل أنا وهل أنت مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم ربما كنا في اليوم الأخير من شهر رجب، وغدا أو بعد غد يأتي شهر شعبان. وشهر شعبان الذي يسبق رمضان شهر له مكانته عند رب العالمين، وهذا امر لا نعلمه من عند انفسنا، وانما الذي يحدد لنا الاوقات الكريمة والاوقات الفاضلة هو الوحي الاعلى، متمثلا في من؟ في القرآن او في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانا لا يوحى الي ولا انتم كذلك، وانما الذي اوحي اليه في هذه الامة رجل واحد صلى الله عليه وسلم، به كمل الدين واتم الله عليكم النعمة به صلى الله عليه وآله وسلم، وشرفكم بمجيئه وسطكم، الذي ينبغي علينا ان نكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، وبالذات في يوم الجمعة وليلة الجمعة كما علمنا ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فيها خير لك أنت أولا، لأنك حينما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تصور أنت يصلي عليك ربك 10 مرات. أنت من أنت حتى يذكرك ربك سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض، مالك القوى والقدر، يذكرك أنت ويصلي سبحانه وتعالى ويسلم عليك لأنك صليت وسلمت على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فلتتعطر ألسنتنا ومجالسنا بالصلاة والسلام على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم، الذي علمنا الكتاب والحكمة صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حينما يدخل شهر شعبان يكثر صلى الله عليه وسلم من صيامه، يكثر من صيام هذا الشهر، حتى إن الصحابة قد لاحظوا هذا الأمر، فقال له حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراك إذا جاء شهر شعبان تصوم فيه أكثر من أي شهر آخر؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم سببين. السبب الأول أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، فرجب شهر حرام، وكان عند العرب لرجب الفرد رجب مضر مكانة عظيمة، وكنا قد تكلمنا في خطبة سابقة عن عظمة الأشهر الحرم وقيمة الأشهر الحرم. فرجب هذا يقع في منتصف العام وهو شهر حرام، فكان الناس يعظمون شهر الله الحرام كما قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في الأشهر الحرم، فالناس يقدرون شهر رجب لأنه شهر حرام. وشهر رمضان كما تعلمون أعظم الشهور عند الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر شعبان يغفل الناس عنه. فإذا غفل الناس عنه فهل هذا سبب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أجل أن تصوم أكثر الشهر؟ حتى ظن البعض انه يتم فيه الصوم، يعني بيصوم كله، ولكن هذا لم يثبت، وانما الصحيح
أنه كان يصوم أكثره صلى الله عليه وسلم. إذن فلماذا يصومه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لسببين. السبب الأول: شهر يغفل الناس عنه، وغفلة الناس عن بعض أوقات العبادات سبب شرعي لجعل الناس من المتفوقين، ممن يريدون أن يكونوا من السابقين المقربين، ألا يتركوا الفرص بل يتحيلوا الفرص التي تكون فترة غفلة بالنسبة للناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على أن نكون من المفردين، قال: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروي بتخفيف الراء والأشهر التجديد: المفردون. فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون، والمفرد هو الذي سبق غيره حتى كأنه اعتزل وابتعد عنهم لأنه قد تفرد عنهم، لم يتفرد باعتقاد عن أهل الإسلام معاذ الله، وإنما تفرد بالعمل الكثير أدؤوه العمل المستمر. ولذلك كانت أوقات الغفلات مظنة للتفرد. ولذلك اسمع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: عبادة في الهرج، عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج الفتن، حينما تحدث الفتن في الأمم أعاذنا الله وإياكم لا تشاركوا. علمنا الشرع ألا نشارك في الفتن، ألا نكون في الفتن أصحاب صوت عالٍ، وإنما في الفتن سر، والجأ إلى الطاعة، والجأ إلى العبادة. لا تكن إماما في الفتنة، لا تكن رأسا في الفتنة، وإنما سر، عبادة تعبد ربك. الناس يقتتلون، الناس يتصارعون ويتسابقون على الفوز برضا الشيطان في الفتن، وأنت تفر من أجل أن تفوز برضا الرحمن سبحانه وتعالى. فلا يسمع لك صوت العبادة في الهرج، لأن الهرج كما قال أهل العلم تحدث فيه فتن فكأنه جاهلية، فلا يحكم الناس شرع الله في الفتن. هل الناس حينما يقتتلون الآن في البلدان التي حولنا، وأراد أعداؤنا أن يحولوا مصرنا إلى ما حدث في البلدان الأخرى، هذا الذي يحدث الآن تتحكم فيه الجاهلية؟ لا تكون هناك أحكام إسلامية، لا تتصور أن هناك أحد من هؤلاء أصحاب الفتن يستطيع أن يحكم شرعا، وإنما الحكم الآن في هذه البلدان للشيطان أعاذنا الله وإياكم، وأعاذهم رب العالمين، وأعاذهم إلى حظيرة الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يحدث، يتحول المجتمع فيه كأنه أصبح مجتمعا جاهليا، الغلبة فيه والعياذ بالله لأحكام الشيطان، ويتقاتل الناس. فحينئذ الذي يعبد الرب سبحانه كأنه هاجر من الجاهلية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هاجر من المجتمعات الجاهلية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج، الفتن والتقاتل كهجرة إلي، لأنه فر من هذه الفتن التي حكمت فيها الجاهلية وفر فيها وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك كانت أوقات الغفلة سببا من أسباب طاعة الله سبحانه وتعالى، بل سبب من أسباب ازدياد الأجور في الطاعة. لأنه لو كان الناس جميعا يتعبدون وأنت معهم، هذا أمر لا يحتاج إلى، يعني لا يحتاج منك إلى صعوبة، لأنه أمر في نشاط، نحن نجتمع جميعا ونعمل طاعة من الطاعات، فالأمر يصبح سهلا على نفوسنا. لكن حينما تكون متفردا، حينئذ تصبح الأمور بالنسبة للنفس على النفس صعبة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم رب العالمين، وضرب أمثلة ثلاثة:
جماعة من الناس كانوا في سفر شاق، فإذا تعبوا ألقوا بأنفسهم على الأرض وناموا من شدة التعب، وتفرد رجل في هذا الوقت الذي ذهبوا فيه إلى الراحة، قام هو لينادي ربه سبحانه وتعالى، فكان متفردا. وضرب المثل صلى الله عليه وآله وسلم بجماعة مع بعض، وجاءهم سائل محتاج فمنعوه الصدقة فانفرده عنهم وتصدق عليه. وضرب المثل بجماعة أخرى مقاتلة نكلت وأدبرت وتركت الصف وولت، فانفرد هو منهم وواجه العدو حتى قتل. ثلاثة يحبهم الله. فإذا مسألة التفرد، مسألة في أثناء الغفلة يكون هذا الوقت وقت مظنة للسابقين، للمتفردين، للمقربين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب وبين رمضان. فقضية التفرد حافظ عليها، حينما يكون الناس في غفلة اركن أنت إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا مظنة للإخلاص، لأن الإنسان حينئذ يكون الناس غافلين عنه فلا ينظر إليه أحد من الناس، فهذا مظنة للإخلاص. كذلك في أثناء الغفلة ربما كانت طاعة الطائعين سببا من أسباب حماية الأمة، وجاء ذلك في بعض أقوال المفسرين في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع قول في تفسير الآية، يدفع الله عز وجل عن العصاة بطاعة الطائعين. فحينما يريد رب العالمين أن ينزل البلاء بأمة قد يمنع البلاء بطاعة بعض الطائعين، بعض الطائعين الذين في غفلة الناس هرعوا إلى طاعة الله، رب العالمين ينقذ المجموع الغافل بطاعة هؤلاء الطائعين. ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان. هذا هو السبب الأول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو السبب الثاني؟ هناك سبب ثاني، نعم سبب عظيم. قال: إن شهر شعبان شهر يرفع فيه العمل إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. السنة المطهرة علمتنا أن هناك مواقيت لرفع العمل إلى الله. قلت لكم في بداية الحديث ندندن حول سبب مجيئنا إلى هذه الحياة الدنيا، هذا الأمر لو جعلناه نصب أعيننا سنجد أمرا مهما جدا. اسمع، أنت كل يوم من الأيام يختم على عملك ويرفع إلى ربك. هناك ملائكة تتعاقب فينا كل يوم، كل ليلة يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيرفع عمل الليل ويرفع عمل النهار، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ولذلك ترفع الأعمال في صلاة العصر وترفع الأعمال في صلاة الفجر. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على حضور هاتين الصلاتين وألا نغفل عنهما، فالعصر بداية للليل والفجر بداية للنهار، فيرفع العمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، تتعاقب فيكم الملائكة. إذن الأعمال يوميا ترفع إلى الله، ولذلك ينبغي عليك أن ترفع الأوقات وأنت في طاعة، في صلاة العصر أو في صلاة الفجر، فلا ترفع العمل وأنت نائم في الفجر، ولا يرفع العمل وأنت في السوق مع الناس، وإنما تكون في صلاة العصر، حتى إذا رفع العمل كتب عليه وختم العمل وأنت على طاعة لله سبحانه وتعالى. هناك رفع أسبوعي، الرفع الأسبوعي يوم الاثنين ويوم الخميس، ولذلك كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. ولما سئل في ذلك
بين ان هذين اليومين يرفع فيهما العمل الى الله سبحانه وتعالى، العمل الاسبوعي في الاثنين وفي الخميس، لان الانسان منا يكتب عليه كل لفظة، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، حتى الكلام المباح بيكتب، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كله بيكتب، ثم بعد ذلك يجمع كما يقول السلف، فيحذف الامور التي لا لك ولا عليك، ويبقى ما لك وما عليك، الاثنين والخميس. اما بالنسبة للرفع السنوي فيكون في شهر شعبان، ولذلك تكلم العلماء لماذا شعبان؟ لان العام التشريعي بدأ في شهر رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فابتدأت الشريعة في شهر رمضان وجاءت ليلة القدر. اذا العام ان بدأ في رمضان سينتهي في شعبان، فيختم العمل ويرفع الى رب العالمين سبحانه وتعالى في شهر شعبان. اذا معنى ذلك انك ينبغي عليك ان تكون عابدا لله اناء الليل واطراف النهار، لانه في كل يوم في رفع للعمل، كل اسبوع في رفع للعمل، كل شهر في تقريرات ترفع الى رب العالمين. فهل نحن مستعدون ان نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على معصية او على كبيرة من الكبائر؟ معلوم ان الواحد منا من الممكن ان يعصى، لاننا لسنا ملائكة وانما نحن عصاء ابناء عصاء، ولكن ضعوا في اعتباركم ان رب العالمين قد بين على لسان نبيه الامين صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، هذه طبيعة البشر، ولجاء بقوم اخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر له. فالاصل فينا اننا سنقع في المعاصي واننا سنقع في الذنوب والكبائر والصغائر، ولكن المصيبة ان يظل الانسان على ما هو عليه ولا يتوب الى ربه، وانما المفروض عليك ان احدثت ذنبا فعليك بالتوبة. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، اتق الامر، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقعت في سيئة، نعم تب الى الله منها، تب الى الله، تكلمت بكلمة، هذه الكلمة كلمة فيها مخالفة شرعية، تب الى الله سبحانه وتعالى، بادر بالتوبة، امحو ذنبك واتبع السيئة الحسنة تمحوها. بعد ما تأتي بالسيئة تب الى الله منها وات بحسنة حتى تحل محلها، فاتبع السيئة الحسنة كأن في نجاسة، ثم يأتي الماء اتبعه الماء، تكب عليه الماء، الماء يغسل النجاسة، فاتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعظم الناس خلقا، يعلمنا كيف نخالق الناس بخلق حسن. فاذا مطلوب منك ان تكون على ذكر دائما، وان تجعل نصب عينيك دائما انك ممتحن وانك مختبر. نعلم ان الدنيا اخذتنا، مشاغل الدنيا، مشاغل الحياة، مشاغل الاولاد، الصراعات على الكسب اليومي، كل هذا لا تجعله ينسيك السبب الاساسي الذي جئت الى الارض من اجله، والا فانت مشغول وجاءت لحظتك وقبضت واخذك رب العالمين من الدنيا. هل سينفعك اولادك الذين كنت تقاتل من اجلهم؟ هل سينفعك الناس الذين كنت تضيع عمرك واوقاتك الثمينه من اجلهم؟ من سينفعك؟ ان كنت تعمل بالسياسه هل سينفعك اهل السياسه؟ هل كنت تعمل بالمال هل سينفعك اهل المال؟ ان كنت تعمل من اجل اولادك وكسبك اليومي، لا نقول لك اترك الكسب، لا، هذه مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى وهي طاعة وعبادة، ولكن بشرط ان تكون عاملا وواضعا في اعتبارك ونصب عينيك انك تعمل من اجل ان الله كلفك بهذا، ان الله سبحانه وتعالى كلفك بهذا. فاذا لن ينفعك ابناؤك
إن عصيت الله بسببهم. لن تنفعك زوجك إن عصيت الله بسببها. لن ينفعك والداك إن عصيت الله بسببهم. لن ينفعك أحد. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نقتنص الفرصة وكيف نستغل أوقاتنا. صلى الله وسلم على معلم الناس الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، شهر شعبان مقدمة لشهر رمضان، وإكثار العمل في استعداد لشهر رمضان أيضا، والعمل فيه يكون كالعمل النافلة بين يدي الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة قبل الظهر تصلي 4، وبعد الظهر تصلي 2، صلاة العشاء تصلي قبلها كذا بعدها كذا، صلاة الفجر تصلي قبلها ولا صلاة بعدها. رمضان فريضة العمر، فريضة السنة، فريضة العام في الصيام، فيسبقها شهر شعبان ويأتي بعده شهر شوال. بعد شهر شوال نافلة، ألا وهي صيام الستة من شهر شوال. وكذلك في شهر شعبان استعداد حتى لا تفجأك طاعة فيها مشقة، والصيام في الشهر الحار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نجعل بين العبادة الفريضة قبلها طاعة مندوبة وبعدها طاعة مندوبة. واعلم أن صيامك في رمضان، يعني نحاول بقدر الإمكان أن يكون صيامنا 100%، ولكن من منا يستطيع أن يجعل صومه 100%؟ فإذا تخرق الصوم أنت بحاجة إلى صوم نافلة يعوضه، فعليك بالصيام في شهر شعبان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم نافلة بين يدي الفريضة، ونافلة بعد الفريضة في شهر شوال. وكذلك هو استعداد وتقديم. يعني بعض الناس للأسف لا يفتح المصحف إلا في شهر رمضان. لا يا أخي، عليك بأن تجعل لنفسك وردا من القرآن الكريم كل يوم. فإن لم يكن ونسيت القرآن في هذه الشهور، وهذه مصيبة، نخاف أن نكون ممن قال الله في شأنهم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن الكريم لابد أن يكون لك منه ورد يومي، تقرأ في القرآن الكريم كلام رب العالمين تتقرب إليه به سبحانه. فإذا كنت قد نسيت فاستعد في شهر شعبان لكل الطاعات، المواظبة على الصلوات، قراءة القرآن، تصوم ما استطعت، تذكر ربك، أذكار الصباح والمساء التي نسيت، أذكر ما بعد الصلوات، الصلوات النوافل التي علمنا إياها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، استعدوا لشهر رمضان بأن تتقدموه بطاعة، وأن تحسنوا استقبال شهر شعبان، لأنكم لو أحسنتم استقبال شعبان وعملتم في شعبان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم رزقكم الله سبحانه وتعالى الطاعة الكاملة التامة في شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.
وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولنا يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. وأقم الصلاة.